السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة غورا بيوتي. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الشامبوان ديال البصله، شامبوان رائع للشعر، لتساقط يعني الشعر، الناس اللي عندهم مشكل في تساقط الشعر وكذلك للشعر التالف، يعني شامبوان رائع ومغذي للشعر. كما كيبان لكم كنحتاجو ل البصل، يعني بصل احمر، يعني من الاحسن يكون بصل احمر، وكذلك اي شامبوان كنستعملوه، يعني شامبوان اللي كنكون يعني كنستعملوه. فكما كيبان لكم غادي ناخذ البصل، غادي نحكو، يمكن لكم انكم تطحنوه، يعني لكم الاختيار. انا قمت بالحك ديالو، غادي نحكو ومن بعد ان شاء الله غادي ناخده، يعني غادي نديرو في هاد الشامبوان هذا. كذلك يمكن لكم تستعملوه كما قلت لكم، شامبوان اللي كاين يعني اللي كتكونوا نتوما كتستعملوه، يعني اللي كتستعملوه اللي غديرو. فانا كنستعمل هاد الشامبوان هذا، هو اللي غادي ندير ان شاء الله في هذه الوصفه الرائعه، وصفه للحد من تساقط الشعر وكذلك للشعر التالف والمتضرر. فدابا مني كملت، يعني كملت من الحكان او البشر ديال البصل. فغادي من المستحسن انكم تستعملوا البصل الاحمر، فالبصل الاحمر يعني رائع للشعر، يعني فوائده على الشعر كثيرة. يعني انا غادي نقص شوية ديال هذا، شوية ديال الشامبوان، حيت عندي باقي تقريبا عامرة، يعني باقي فيها. وغادي من بعد ان شاء الله غادي نهز ديك البصلة وغادي نضيفها على يعني غادي نديرها في الشامبوان، في العبوة ديال الشامبوان، يعني في القرعة ديال الشامبوان. هذيك البصله كلها غادي نديرها، وغادي نزيد ليها يعني زيت جوز الهند. انا عندي زيت جوز الهند، يمكن لكم تضيفوا زيت اللوز، زيت الخروع، زيت السمسم، يعني اي زيت مرطبه عندكم يعني يمكن تستعملوها. ف زيت جوز الهند من احسن الزيوت لترطيب الشعر، وكذلك زيت الخروع وزيت السمسم. يمكنكم كذلك يعني استعمال اي يعني الزيت اللي عندكم ديروها. فصراحه هذا الشامبوان، هذا شامبوان رائع. صافي، من بعد ان شاء الله ما كنديروا هذا البصله في القرعه او في العبوه ديال الشامبوان، غادي نضيفوا ليه زيت جوز الهند، وغادي نخلطوه ونخليوه تقريبا يعني سيمانه، يعني ما نستعملوش، يعني تتكمل سيمانه اسبوع، هذا باش يمكن لينا اننا نستعملوه. فكما قلت لكم يعني شامبوان رائع وغادي يعني يعجبكم. فيعني يعني غنبقاو نستعملوه يوميا، يعني من ما نغسلو الشعر ديالنا نستعملوه. وكذلك واحد الملحوظه يعني اللي غادي يكون يعني على حسب الرائحه، فهي ما كتبقاش يعني شي رائحه بزاف، يعني ما كتبقاش رائحه بزاف، حيت كيكون يعني شامبوان حتى هو غالب على البصل، ولكن اللي يعني ما كيقدرش على داك شويه ديال الريحه، فيعاود يعني منين يغسل الشعر ديالو يعاود يدير اي شامبوان عنده. وهاد الشامبوان هذا نيت اللي نقصي من الا كانت عندك القرعه كبيره فكتنقصيها، كتغسلي بهاد الشامبوان هذا ومن بعد كديري شامبوان لاخر. اما اللي ما عندوش مشكل يعني هي كتبقى غير واحد الريحه شويه خفيفه، اللي ما عندوش مشكل فيبقى يعني فيخلي هاد الشامبوان هذا. فكما قلت لكم مغذي للشعر ورائع، وان شاء الله غادي يعجبكم. فالمكونات ديالو كما كيبان لكم يعني مكونات سهله، ومكونات تقريبا يعني كاينين في اي بيت. فبالنسبه للزيوت، اي زيت مرطب عندكم ديروها، وكذلك البصل الاحمر يستحسن يعني يكون البصل الاحمر، لان البصل الاحمر فوائده على الشعر رائعه وزوينه. وهذا هو فيديو اليوم، حبيت انني نشاركه معكم. كنتمنى ان شاء الله
كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم، وما تنساوش لايك للفيديو الى عجبكم، وكذلك ما تنساوش انكم تشتركوا معي في القناة، وكذلك ما تنساوش تفعيل الجرس، والى اللقاء في وصف